اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض وصفات المطبخ الكويتي. هنعمل النهارده وصفتين من وصفات الكويت، هنعمل الدقوس وهنعمل كمان العيش المدلل. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه النهارده، وصفه اسمها العيش المدلل. وصفه كده متدلعه، هما كده بيدلعوها. عباره عن رز بسمتي ابيض. طبعا انا ما حبيتش اعمله في الحلقه لان احنا عملناه كتير مع بعض، وكريمه صلصه، دقيق، لبن بودره، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، كاري وكركم، بهارات وبابريكا وحبهان مطحون، ومكعبات فراخ متبلاه تتبيله التكه، وبشاميل برضو انا مجهزاه. اول حاجه هعملها ان انا هجيب كده البصل، بصل احمر يعني متقطع كده تقطيعه اصغر من الوسط شويه. بحط هنا معلقه زيت، وبعدين نشوف هنا كده المعلقة، هنحط كده البصل. خلاص هقلب له كده تقلبتين، احط له رشة ملح. بصوا الفراخ دي لو انتوا مش عايزين تتبلوها مفيش مشكلة، بس كل ما تبقى متبلة كل ما تدينا طعم احلى في الوصفه دي. حتى لو مش عايزين تتبلوها تتبيله التكه، تبلوها اي تتبيله انتوا عايزينها، بس هي تتبيله التكه دي بتبقى لطيفه جدا يعني. طيب انا عايزه البصل ده يتشوح شويه، فممكن اشوح الفراخ لغايه ما البصل يتشوح. احط كده الفراخ، عايزه حتى ادفيها كده بس عشان الوقت. اقلب البصل، مش عايزاه يدبل قوي بس يعني ما يبقاش كريسبي يعني، بس احس ان هو طري او حط عليه الفراخ اهو. انا بحب ريحة البصل بشكل يعني بحبها جدا. اهو ابتدى يدبل، اجيب الثوم احطه، واحط كمان الجنزبيل كده، طلعوا الريحة بتاعتهم. ابتدي بقى احط كده الفراخ. وهقلب. ليه بقى بقول لكم لو مش عايزين تتبلوها ما تتبلوهاش ان انا دلوقتي بس تتشوح بس كده، وتبقى كلها المسام اعرف انها اتقفلت، كلها تبقى لون كده مبيض شويه. هبتدي احط البهارات، نخلي دول كده دلوقتي، الحبهان والبابريكا والكركم والكاري والبهارات وصلصه الطماطم. نقسمها هنا كده عشان تستوي اسرع، هنا تستوي اسرع وهنا اسرع.
طيب ابتدي بقى احط هنا البهارات بقى، هقسمها بقى بما اني قسمتها، احط الكركم والكاري والبابريكا والحبهان المطحون، من الحاجات الأساسية عندهم في أي وصفة، ويا إما بهارات فراخ يا إما جرام مسالة. ماشي، وأقلب. ودايما بنبقى عارفين ان دايما المطابخ الخليجية بالذات بيحبوا البهارات قوي في الاكل، يعني لو الاكل كده ما بيطعمه مفهوش مبهر ما بياكلوش الحاجة، لازم تبقى البهارات مالية الاكل. احط هنا بقى برضو كده الحبهان والبهارات والكاري والكركم والبابريكا. بحطها هنا بدل ما احطها هنا. نقلب كده كويس قوي. وابتدي هنا بقى احط ايه، معلقه من صلصه الطماطم واحط حبه ميه كده. ايه، بصوا لونها بقى بعمل ازاي. بس واسيب ايه الفراخ تستوي، اصلا الفراخ ما بتاخدش 5 دقايق تستوي فيها. نحط برضو هنا صلصه طماطم هنا كده ونقلب. وايه بس، ايه رايكم بقى نطلع فاصل، تكون الفراخ استوت في الوصفتين دول، في الصينيتين دول، ونرجع نكمل وصفه العيش المدلل ونعمل كمان الدقوس. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي شايفين بقى بعد لما سبتها تتسبك وتغلي بقت لونها عامله ازاي. عايزه اقولك كمان ريحتها حلوه قوي. اخر خطوه هنعملها بقى ان احنا هنحط لها الكريمه كده. خلاص، ونقلب واسيبها تغلي. اول ما تغلي هبتدي ايه، اطبقها. نحضر بقى كده حاجتنا. الدقيق والبودره طبعا انا جايباهم عشان دول اللي المفروض نعمل بيهم البشاميل. هما بيعملوا بشاميل بدقيق وبودره لبن ومرقه. خلاص، طيب هنعمل ايه بقى؟ اهو ابتدت تغلي اهي. ابتدي كده احط شويه من الصوص مع الفراخ.
نحط كده الفراخ ماشي، وهجيب البطاطس مكعبات بطاطس هنحمرها نحطها برضو هنا كده. انا حمرتها بس ايه يعني سبتها كده في يعني مش متحمره قوي مش طريه قوي عشان احنا لسه هندخلها الفرن كده 5 دقايق، فعقبال ما ندخلها الفرن تكون ايه طريت اكتر عشان بس ما تتهريش مننا. خلاص طيب، وبعد كده هنحط بقى يعني حاجة بسيطة كده دي من الوصفات المشهورة جدا في الكويت، وتعتبر من الوصفات الخفيفة يعني لما يبقوا زهقانين كده من الأكل بتاعهم يعملوها، يمكن عشان كده سموها العيش المدلل. أنا يعني أنا بفتي في الحتة دي مش عارفة، بس أنا بقول كده يعني إن هم حاجاتهم كلها يعني فيها حاجات كتير. ابتدي بقى احط الرز البسمتي كده اهو، الرز طبعا مسويينه كويس جدا. كده تمام، وبعدين ارجع تاني اقلبه عشان احط البشاميل، افرده كده كويس قوي، مش عايزه طبقه يا دوبك بس ايه افرده على الرز. واقوم حاطه كده البطاطس بالطريقه دي. بصوا انا بعملها لكم يعني زي ما هم عاملينها بالظبط، مش مزوده اي حاجه من عندي حتى في طريقة الديكوريشن يعني، بس واحطها في الفرن لحد ما ايه الوش بس ايه يتحمر. خلاص خلاص كده كده خلصنا اول وصفة. تاني وصفة بقى عبارة عن
اسمه دقوس الاسبار. الاسبار هتلاقوا حتى مكتوب عندكم زي الصبار، هو مش الصبار، دقوس الاسبار اللي هو التمر الهندي. ماشي، هما بيجيبوا تمر الهندي كده وينقعوه خلاص، ومعانا طماطم مبشوره، كمون وكزبره وتوم وزيت. هنجيب كده دي نحط عليها زيت، دي زي الدقه كده، شبه حاجه كده شبه الدقه بالظبط. انا عايزه ميه مغليه. هنجيبه كده خلاص، واحط له كده ايه لا هنقعه شويه كده في ميه مغليه. يعني ممكن ساعتين، انا مش هنقعه كتير، انا هسيبه بس كده يدوب وبعدين ايه اصفيه عقبال ما اعمل ايه الحاجه اللي على النار. هسيبه كده ايه شويه. طيب حطينا الزيت وزمانه سخن، دلوقتي هبتدي احط الثوم اهو. مستنياه يتشوح بس كده. كده اول ما الثوم يسخن ومش بيتحط عليه ملح خالص الوصفة دي. اهو الثوم، ابتدي احط له الكزبرة، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة كمون، واسيبهم ايه يتشوحوا كده شوية. ابتدي احط الطماطم المبشورة، عقبال بقى ما تتسبك اكون صفيت التمر الهندي كده. يعني لو عايزين نحطه ساعة كمان هو بصوا يعني تمام، بس ساعة برضو يدينا نتيجة احلى بكتير. يعني انا كنت نقعه شوية بس هو ايه يتنقع شوية في مية مغلية لمدة ساعة ساعتين ثلاثة، وبعدين نعمل الحركة اللي انا بعملها دي. اهي ايوه كده، بس اسيبه بقى ايه يغلي كده حبة ايه مثلا من 5 لـ10 دقايق. شايفين بقى هو تقل ازاي اهو، وكل ما نسيبه كل ما ايه تقل اكتر، بس هو كده ايه تمام خلاص. نبتدي بقى نقدمه، نحطه هنا كده وايه ونقدمه، ولا بنحط له ملح ولا فلفل ولا اي حاجه.
دي عاملة بقى زي الدقة، تتاكل جنب الرز، تتاكل مع العيش. ننضفه بس كده. بس خلاص، ون ايه ونقدمه. نروح بقى نجيب العيش المدلل من الفرن. عايزه اقول لكم الريحه حلوه جدا. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا وصفتين، وصفة دقوس الاسبار اللي هو عبارة عن صوص او دقة التمر الهندي اللي بالثوم المفروم مع الكزبرة والكمون، شوحناهم كويس قوي. بعدين حطينا تمر هندي اللي احنا نعينه في مية سخنة، صفيناه وحطيناها على الثوم وسبناها لحد ما تغلي، لحد ما الصوص يتقل. الوصفة التانية اللي عملناها النهاردة اللي هي أصلا أول وصفة اسمها العيش المدلل، اللي هو عبارة عن طبقات الرز البسمتي مع مكعبات الفراخ بالبشاميل مع الصوص اللي نازل من الفراخ بالكريمة ومع مكعبات البطاطس. وزي ما شفنا عملناها ازاي في ثلاث طبقات وحطيناها في الفرن لحد ما البشاميل يتحمر شوية. وكده نكون خلصنا وصفات النهاردة وخلصنا حلقة النهاردة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.